يا هلا وسهلا فيكم. لازلنا نستقبل رسائلكم على الأرقام الموجودة على الشاشة. أرسلوا كلمة درايش للمشاركة معنا في اختبر معلوماتك وجرب حظك مع سعيد والدرايش. الحين إحنا عند الشيف اللي منورتنا اليوم، ونبغى نشوف أخبار الرز المديني. تفضلي على وشك، خلاص إن شاء الله ينتهي. طب أنا عندي سؤال، شنو طريقته في التحضير؟ أبداً لحم، بس أهم شيء يكون اللحم فيه فرش حلو، ويعني نوعية كويسة. أول شيء نسلق اللحم، طبعاً إحنا نحط له مستكة مع. ليش مستكة؟ هل هي عادات؟ لا، المستكة تعطي نكهة، ولو في زفرة للحم أو كذا تشيلها. حلو. طب هل هي تختلف طريقة الرز المديني؟ يعني من قبل كان في السابق والآن؟ لا، هو نفسه. هو نفسه. نفس الطريقة. نفسه، يعني إحنا عندنا متوارث في المدينة، يعني نفس الرز عندنا في المناسبات يفضلوه تقريبا بنسبة 95% يكون عند مناسبات السعيدة. يعني طريقته واحدة من يوم عرفنا. أي. طريقته واحدة. طب هذه إيش موضوعها؟ هنا إحنا أنا حاطة هذه الموية الجرة. فخار إحنا عندنا هذه نبخرها بالمستكة زي كده في رمضان. طب حطيتي لي؟ لا والله. حرام عليك. كم ودي أحط المستكة. أي شركت لك هي في كل شيء. وهنا الموية بالفعل تصير باردة صح؟ أي تبرد مع الجو، تبرد الموية ومع نبخر الكاسات ونبخر نفس الجرة فيطلع طعم الموية مرة لذيذ. طب كم يعني من الوقت عشان تكون جاهزة بالمستكة؟ ولا شيء، أنت تحطي المستكة تبخريها وتحطي الموية فيها. والله شوقتيني. أي بعدين خلاص تبدأ تبرد الموية تشربيها. طب أنا أطلب منك تحطي لي معك مستكة؟ لا والله. كمان؟ أي دوب جبتها. رح أسامحك.